أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكننا المقارنة بين أوضاعنا وقدراتنا الحالية والمستقبلية، وبين أوضاع العدو وقدراته ومراهناته. أيها العراقيون الأماجد، في هذا البلد العملاق يتعمق إيمان الشعب بصوابية موقف قيادته وإجراءاتها في كل الميادين. وهناك على الجانب الآخر عند العدو تزداد الشكوك والوساوس في صوابية موقف قيادات النظام من الحرب ومن كل التدابير الأخرى. هنا في العراق تتعمق وحدة الشعب والعلاقة الأصيلة بينه وبين القيادة، وتمتلئ اقتناعا وإيمانا بالأهداف وبالوسائل. وهناك في صفوف العدو يتفشى التشرذم والانقسام والتناقض، ويتعمق الانفصام بين الناس وحكامهم. هنا في العراق وبعد أن قبرنا المؤامرة وطورنا أوضاعنا ورسمنا خطط المستقبل، نجد الثقة والاستقرار واستمرار التطور والتفاؤل بالمستقبل قائما وواسعا وعميقا. وهناك في إيران نجد التعثر وتفاقم الأزمات من كل نوع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وانعدام الأمل بالحاضر وبالمستقبل. هنا أيها الأخوة تزداد صلابة القوات المسلحة، ويتعمق إيمانها بأنها تنفذ قرارا سياسيا صحيحا هو الدفاع عن الوطن، بعد أن أصبح العدوان واضحا وغاياته واضحة لكل المقاتلين من أعلى المستويات إلى الجند المتحفز في أول خط من خطوط المواجهة. وهناك في إيران تتداعى القناعات يوما بعد يوم بالمنهج العدواني للنظام المصر على الحرب والتوسع، فلم يعد هذا النظام قادرا على إقناع قواته المسلحة بصوابية قراره في الاستمرار في الحرب، كما انكشف سحر المشعوذين الذين كانوا يعبئون القطاعات الجاهلة والمتخلفة في المجتمع الإيراني ويزجونها في أتون الحرب، فضعفت قدرتهم على التعبئة وتآكلت حججهم وتمزق القناع، ولم تعد الدعايات التي يطلقونها عن الحشود الخيالية على الجبهة إلا محاولات مفضوحة يريدون منها إخفاء عجزهم العسكري وتناقص مواردهم البشرية. وهنا في العراق تتنامى قدراتنا العسكرية، فأسلحتنا تزداد وتتحسن نوعيتها، وتتطور خبرتنا في استخدام السلاح وفي تكييفه وفقا لمتطلبات المعركة. وهناك في صفوف العدو تتناقص الإمكانات التي خططوا لها، وتتعثر التوقعات الوهمية التي بنوا عليها حساباتهم، وتقل مواردهم، وتتعقد أمامهم فرص الحصول على حاجاتهم من الأسلحة والمعدات العسكرية. وها هو مصدرهم الوحيد للثروة النفط، يتعرض إلى الخطر المتزايد بعد الضربات الناجحة التي سددها والتي سيسددها إلى موانئهم وسفنهم صقورنا المقتدرون وبحريتنا الشجاعة. وفي هذا الشأن كنا قد حذرناهم وحذرنا حلفاءهم في وقت مبكر مما سيحدث، وحاولنا بدافع من الشعور بالمسؤولية إزاء قضية السلام وعلاقات المستقبل بيننا وبين إيران وإزاء مصالح بلدان المنطقة ودول العالم، حاولنا أن نجد لهم غطاء مناسبا للتراجع عن الشر والأوهام المريضة، واقترحنا في السنة الماضية إيقاف العمليات الحربية في منطقة الخليج على أن يمارس الجميع حقوقهم الطبيعية في استخدام الموانئ والممرات المائية لتصدير النفط والتجارة الحرة. وعندما صدر قرار مجلس الأمن رقم 540 بتاريخ 31/10/1983
قبلنا به، ولكنهم وبدافع من حقدهم الأسود ونواياهم الشريرة ومن عدم الشعور بالمسؤولية لديهم تجاه شعبهم والمنطقة والعالم رفضوا ذلك القرار، وصاروا يطلقون التصريحات الممتلئة غرورا وصلفا، كما راحوا يقللون من شأن تحذيراتنا لهم. وعندما حانت الساعة المناسبة باشرنا بتوجيه الضربات القوية إليهم، وجعلنا عن جهيتهم وصلفهم وبالا عليهم. اليوم أيها الإخوة نفرض بعون الله تعالى حصارا ناجحا على إمكانات العدو لتصدير النفط، حصارا أصبح يحظى باهتمام العالم وتقديراته الجدية، وينعكس بآثاره السلبية على الأوضاع المالية والسياسية والنفسية في صفوف العدو. إننا وبعون الله ماضون في هذا الحصار بكل حزم وقوة، ولن نتراجع عنه مهما كان هناك من محاولات ظاهرة أو خفية للحد منه أو تعطيله. إننا سنستمر بتسديد الضربات القوية للعدو في كل مكان، في البر والبحر والجو، حتى يقبل بالحق والعدل والسلام. وإن إمكاناتنا في هذا الشأن تتزايد إن شاء الله، وسيشهد الزمن القادم فعاليات جديدة وإمكانات جديدة نهوي بها على مصالح العدو. وكما أثبتنا في الماضي أننا نعني ما نقول، سنثبت هذه المرة أيضا بأننا نعني ما نقول. أيها الأخوة، ومن أهم التطورات التي حصلت خلال السنة الماضية التغيير المهم الذي جرى في الموقف الدولي. لقد توهمت بعض الأطراف الدولية بأن النظام الإيراني قادر على تحقيق أهدافه ضد العراق أو بعضها في الأقل، وأن العراق سيضعف ويهتز أمام الهجمات الإيرانية المتتالية واستمرار الاستنزاف الاقتصادي. فظنت تلك الأطراف بأن المراهنة على إيران ربما تكون رابحة، كما سعت أطراف أخرى إلى مجاملة النظام الإيراني متوهمة أنها بذلك قد تفتح لها آفاقا للتعامل معه في المستقبل، كما انطلقت بعض الأوساط الدولية من سياسة نفعية قصيرة النظرة ومحدودة الأفق، ظانة أن مثل هذه السياسة يمكن أن تحقق بعض التعديلات في سياسة النظام الإيراني بالشكل الذي يقرب بعضهم إلى بعض، كما حاولت أطراف عديدة أن تجني المنافع التجارية من ظروف إيران وحاجاتها المتزايدة، خاصة بعد أن ازدادت موارد النظام الإيراني خلال فترة قصيرة من عام 1983. ولكن الحقائق هي التي عاشت ولم تعش الأوهام والتقديرات الخاطئة، وهذه الحقائق هي التي حددت وستحدد في المستقبل الاتجاهات النهائية. فالعراق قد صمد وأثبت أنه هو قوة المستقبل، ومرة أخرى تأكد جهل الأوساط التي ذكرناها بطبيعة النظام الإيراني الشاذ الذي يعتبر المرونة ضعفا والحكمة تخاذلا، فراح يتمادى في التهديد والابتزاز والوقاحة، يركبه الغرور وتدفعه نوازعه الشريرة إلى خلق الفوضى والاضطراب في المنطقة والعالم. لذلك تكونت في الوضع الدولي بصورة عامة وفي المنطقة بصورة خاصة في الفترة الأخيرة نظرة أكثر دقة إلى هذا النظام وإلى حقيقة أهدافه ومراميه، وصار كثير من الأوساط الدولية والأطراف المعنية في المنطقة متأكدا من طبيعته الشاذة ونواياه الشريرة. أن النظام الإيراني اليوم يعاني عزلة شديدة هي أشد ما عاناه منذ بدء الحرب وحتى اليوم، ولم يبق في الساحة إلا حلفاؤه من الأشرار كالصهيونية العالمية التي ما تزال تقدم له المساعدة العسكرية والفنية لإطالة أمد حياته وتمكينه من الاستمرار في العدوان على العراق وتصدير الفوضى والتخريب إلى المنطقة، وكذلك حلفاؤه في الشر من عرب الجنسية وبعض الانتهازيين من تجار السلاح
والباحثين عن الصفقات التجارية السريعة الذين ما زالوا يتعاملوا معه لا حبا وثقة به، وإنما بحثا عن الأرباح. وأننا نعرف كل هؤلاء ونعرف ماذا يبيعون وماذا يشترون، وأن لكل حالة من هذه الحالات حسابها الخاص في تقديراتنا الحالية وتقديراتنا للمستقبل. وقد توضح خلال السنة الماضية أكثر من ذي قبل كثير من الحقائق التي كانت محاطة بالغموض أو التشويش عن الموقف الجوهري للطرفين. فلقد تأكد تماما إيمان العراق بالسلام وحرصه على قواعد القانون الدولي وتمسكه بالقواعد السليمة في العلاقات الدولية، كما تأكد شعوره العالي بالمسؤولية إزاء قضايا الأمن والاستقرار.